عشان نعمل البطاطس الكمبير هنعملها بطريقة سهلة، لأننا هنحطها في صينية. علشان نعملها عايزين 4 تقريبا بطاطس يكونوا كبار قوي مشوية، عايزين 100 جرام زبدة، 6 سوسج، عايزين 100 جرام جبنة تشيدر، 100 جرام جبنة موتزاريلا، علبة ذرة، زيتون اسود، بسلة وجزر، مايونيز، مخلل خيار. طيب بالنسبة للبطاطس عملنا ايه في البطاطس؟ البطاطس اخدناها هوريكم دلوقتي، عملنا فيها زي اخرام كده بالسكينة او بالاعواد الخشبية، وحطيناها في الفويل ودخلناها الفرن على درجة حرارة 200، بتقعد تقريبا يعني 45 دقيقة كده، وشوفوا اذا تمام ولا لسه عايزة كمان. بتقعد من 45 دقيقة لساعة حسب حجم البطاطساية. طيب خلينا دلوقتي ناخد البطاطس بتاعتنا هنعمل فيها ايه. هناخد الطبق بتاعنا، البطاطس بتاعتنا اخدناها اهي، ناخد البطاطس نحطها كده هنا، ناخد هراسة البطاطس تمام كده، ناخد بقى الزبدة اللي عندنا نحطها شوية هنا، ونحط شوية هنا وناخد شوية ملح، رشة خفيفة كده من الفلفل، وهنبتدي بقى نهرسها كويس مع بعض كده كلها. دي طبعا مش الطريقة زي ما قلنا اللي بتتقدم بيها هناك، بس هي طريقة أسهل. ناخد البطاطس اللي عندنا ونفردها، ممكن طبعا تهرسوها أكتر من كده لو عايزين. ما حطيناش معاها جبنه، هنحط معاها شويه جبنه مع نفس البطاطس. تقدروا تهرسوها انتوا اكتر من كده، انا بس عشان يعني تقيله شويه الهراسه في ايدي فما قدرتش، ما تضيعش وقت كمان اكتر. تمام كده. هناخد بقى زي ما اتفقنا الخلطات اللي احنا عايزينها، ممكن نحط بسلة وجزر، سوسيج، ذرة، زيتون اسود، خيار مخلل، كل اللي انتوا عايزينه، واللي مش عايزينه ما تحطوهوش. انا هي خلاص مفروض بعد ما بتتحط كده خلاص، بس احنا هندخلها الفرن شوية عشان الجبنة اللي احنا حاطينها دي تسيح.